ومن الأخطاء فيما يتعلق بالطلاق أن البعض يطلق زوجته فيقول أنت طالق بالثلاث، ولتعلم أنه لو كنت في حالة شاعة، لو كنت في حالة شاعة وأردت بعدما أغلقت عليك الأبواب في الصلح بينك وبين زوجتك وأردت أن يكون الطلاق هو الحل الفاصل وأنت في ساعة من أمرك، لا يجوز لك أن تصدر كلمة الطلاق بالثلاث. ولذا قال عليه الصلاة والسلام أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ قال جل وعلا الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، لا يجوز لك بأي حال من الأحوال حتى ولو كنت في حال الساعة أن تطلق ثلاث طلقات.